صباح الخير لكل متابعي ام تي في الايف، فقره جديده من اوروسكوب. خلينا نشوف سوا الحظ كيف راح يكون على الصعيد الشخصي والمهني. لا توقعات اربع الشهر. بنبدا مع برج الحمل. تصرف في مزاجيه مع الشريك بيدفعه للابتعاد عنك وتجنبك تدريجيا، فحاول تحسين تعاطيك معه. على الصعيد المهني بيفتح امامك اليوم ابواب مغلقه ويتيح بعض الفرص اللي لازم تستغلها، وخصوصا انك بوضع مريح. برج الثور. علاقة قديمة بتلوح بالأفق أيها الثور، لكن من الأفضل أنه تتطلع للمستقبل بتفاؤل كبير. مهنياً بعض زملائك بيشككوا بقدراتك الإبداعية، فحاول أنه تثبت جدارتك للنيل منهم ووضعهم عند حدهم. برج الجوزاء. الحظ بطريقه إلك أيها الجوزاء، وبيزودك بقدرات معنوية وثقب النفس، فبتتحرك مشاعرك على نحو مميز. على الصعيد المهني بتنعم بيوم جيد من المزاج الرائع يلي بيزيدك أناقة وجاذبية، فبتعيش حالة من الانسجام. برج السرطان. الصراحة والصدق هن مفتاح قلب الشريك، فحاول أنه تستفيد من هالشيء لدخول قلبه والاستقرار فيه. على الصعيد المهني بتكون واثق بنفسك ومؤثر بالآخرين، وبتتحرر من قيد، وبتكون حيويتك مضاعفة، كما أنك تتمتع بقدرة كبيرة على التخطيط. برج الأسد. بتكون الأفكار واضحة، وبتكون قادر على تحقيق اللي بتريده، وبترغب بأخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية. مهنياً بتجتاز العقبات، وبتكون سعيد بإنجازك، وبتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة وقدرة كبيرة على الابتكار. برج العذراء. ممكن تضطر أيها العذراء لاتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهالقرارات. مهنيا بيكون اليوم مؤشر لازدهار الروابط المهنية، وممكن لتطور علاقة مع زميل أو صديق. برج الميزان. التعامل باستخفاف مع الشريك بيمتد بظلاله على العلاقة، فسارع لتدارك الأمور قبل تفاقمها. مهنيا ما تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل، فبالحياة عوائق كثيرة، والبقاء فيها هو لصاحب الإرادة الصلبة. برج العقرب. عليك التفكير بمستقبلك بجدية أكبر أيها العقرب، فمسؤولياتك عم تزداد ومصاعب الحياة عم تكبر، وهالشي ما بيحتمل أي مغامرة عشوائية. على الصعيد المهني الأوضاع العامة ممكن تكون مقلقة، وممكن تحمل اضطراب بالأجواء. برج القوس. عندك خلافات مع الشريك أيها القوس، لكن الأمر بسيط ومن الممكن علاجه بسهولة. مهنيا ما تقحم نفسك بشؤون الآخرين، فهالشي بيسبب لك بعض الخلافات مع الزملاء وبيبعدهم عنك. برج الجدي. الرومانسية بتفرض نفسها اليوم، وبتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الحلوة. مهنيا متطلبات العمل بتتزايد بعد ما استلمت منصب المسؤولية، فكون حذر لتحمل المزيد من المسؤوليات. برج الدلو. التعامل مع الشريك أيها الدلو باحترام ومحبة، فهو حساس جدا، لكنه بالوقت نفسه غير سهل مثل ما بتتصور. مهنيا ما تكون ضعيف مهما حاول البعض الضغط عليك، فقدرتك فايقة لمعالجة أي عثرة معقول أنها تعترض طريقك. آخر برج معنا لليوم برج الحوت. ما تحمل الشريك مسؤولية المشاكل بيناتكم، لأنك تتحمل الجزء الأكبر منها بسبب إهمالك له. مهنيا ضغوط روتينية بالعمل، لكنك بتملك القدرة على تسيير دفة الأمور مثل ما بدك والتوصل للنتائج يلي بتريدها. مولود اليوم برج الأسد. بتملك شعور رائع بالمرح، محبوب، شخصية غامضة مثالي، وبتحب تفرجي الناس أنك على أفضل حال. بتواجه خيبات الأمل بعلاقاتك الاجتماعية. هيدا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتبع مع باقي فقرات MTV Alive.